وحول أيضا تبعات وتداعيات هذا الموضوع معنا من روما الكاتب الصحفي السيد محمد يوسف. سيد محمد، أرحب بك معنا على سكاي نيوز عربية. هناك عدة انتقادات يعني في الداخل الإيطالي حتى وأيضا في أوروبا وفي العالم لمسار الأزمة، لأنه المتهم قدم من لامبيدوزا ودخل إلى إيطاليا وكان بحوزة السلطات وكان هناك تحديد للهوية، ولكنه أمكنه الإفلات والوصول إلى نيس وارتكاب هذه الجريمة. ما قدر ما تتحمله السلطات الأمنية الإيطالية في هذا الموضوع؟ مرحبا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا بالنسبة للسلطات الإيطالية بتعاني من ضعف دعم أوروبي في مكافحة الهجرة الغير شرعية، فبالتالي طبعا دخول المواطن التونسي إلى نيس بيقع في هذا الخطأ. طبعا سلطات تأمين الحدود الفرنسية والتي طبعا يقع عليها عاتق دخول هذا المواطن واختراقه للحدود الفرنسية. ولكن المشكلة هو يعني هناك أيضا ماتيو سالفيني السياسي الإيطالي وجه دعوة لوزير الداخلية الإيطالي للاستقالة، وقال إنه يعني هناك مشكلة في إفلات هذا الشخص من قبضة الأمن الإيطالي، وإنه المشكلة أن هناك على شاكلته الكثيرون الذين من الممكن بإفلاتهم أن يشكلوا خطرا حتى في الداخل الإيطالي نفسه. ماتيو سالفيني بيلعب في هذا الدور على ضوء حسابات الانتخابات الإيطالية، وبيلعب على دور المصوت الإيطالي. لا يهمه مصلحة إيطاليا في الأول والآخر، هو يهمه مصلحته الشخصية. ماتيو سالفيني كان يشغل منصب وزير الداخلية منذ عدة شهور، ولم نرى منه أو لم نجد منه أي نتيجة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، غير دعاية انتخابية، ولم نجني منها غير هواء. طيب بعيدا عن هذه القصة، المواطن الإيطالي، دعني أعود معك إلى قضية يعني المتهم إبراهيم العويساوي والذي خرج من إيطاليا إلى فرنسا، لأنه أيضا هناك زاوية في الموضوع. البعض يرى أن هناك مشكلة في القوانين في الدول الأوروبية. لو تحدثنا عن إيطاليا، قضية الهجرة غير الشرعية ربما لم تستوعبها أو تتكيف معها القوانين بعد لتكون أكثر حزما وتأقلما مع هذا الموضوع. إلى أي مدى تتفق؟ لم أسمع السؤال جيدا. كنت أتحدث عن زاوية قانونية، يعني القوانين في أوروبا ونتحدث عن إيطاليا الآن، هي لم تتكيف بعد مع أزمة الهجرة غير الشرعية، لم تتأقلم مع هذا الموضوع ويمكنها أن تضع حلول جادة للمشكلة. هل تتفق؟ أتفق مع حضرتك أن القوانين حتى الآن غير رادعة، ولكن في هناك تقصير يشهد به الجميع من الاتحاد الأوروبي في دعم إيطاليا في مكافحة الهجرة الغير شرعية. بالتالي يقع العائل الأكبر والعاتق الأكبر على مسؤولية أو على كاهل الاتحاد الأوروبي. هم تركوا إيطاليا تواجه الهجرة الغير شرعية منفردة، ولم يعطوا لها أي دعم مالي، أو الدعم المالي يأتي دائما متأخر ويأتي في حدود وتحت شروط طبعا صعبة جدا. بالتالي بنجد أن المواطن الإيطالي أيضا بيقع أمنه بالنسبة في هذا الوقت في مقاومة الهجرة الغير شرعية، أمن المواطن الإيطالي أيضا مهدد من طرف بعض الإرهابيين الذين يتخللوا هذه الموجات التي تتدفق على سواحل إيطاليا. بشكل عام، وبما أنك ذكرت دور الاتحاد الأوروبي في التصدي لهذه القصة، هل تبلورت بعد استراتيجية أوروبية واضحة وجادة في التعاطي مع هذه الأزمة بشكل أعمق من الحلول الوقتية أو الحلول الشكلية التي تتم الآن، والتي على ما يبدو أنها غير قادرة على احتواء الموقف، والنتيجة هو جرائم تتم يكون أبطالها أو يكون المتهمون فيها هم مهاجرون غير شرعيين؟ بيقع طبعا الخطأ الأكبر على الاتحاد الأوروبي.
في كونه أن يترك المنطقة أو السواحل الليبية غير مؤمنة، بيترك الوضع في ليبيا لمصالحه الخاصة لكي يتدفق البترول عليه بدون دفع ثمن سرقة البترول التي ينتهجها البعض من ليبيا ومن سواحلها، بتؤثر على أن يغضوا عن دخول موجات الهجرة الغير شرعية إلى إيطاليا والسواحل الأوروبية. هناك دول بعينها تدعم المجموعات الإرهابية في ليبيا لخلق جو من عدم الاستقرار في ليبيا لكي يفوزوا بالبترول الليبي والغاز الليبي طبعا رخص التراب زي ما بيقول نقول أن المشكلة متعددة الأبعاد. شكرا جزيلا لك من روما الكاتب الصحفي السيد محمد يوسف.